بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. ربنا اكفنا شر الأعداء وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا عزيز يا ناصر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. أشي يقول في شأن الزوجين: هو الذي خلقكم، آية 189، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تطرقنا لهذه المواضيع ولهذا نسرع. فلما تغشى، أي وقع في علاقة جنسية كاملة، فلما تغشى، والتغشي ده خاصة يشير إلى الظلمة والستر، وكمان أن المسألة مش على قارع الطريق، لا في الآهات ولا في السكنات ولا في الكلمات ولا ولا ولا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وقرأوا علم الحمل لوبستريك لومبريولوجي كذلك، وشوفوا اليوتيريوس شنو هي الأطوار اللي يمشي فيها، وشنو هي زاد فيه، وكيفاش حكمة ربي لكونك الصغير هذاك من البداية وهو يعتبر جسم غريب على تلك الحامل. ومع ذلك ربي خلق من رحمته وبفضله، خلق من تبديل برنامج الدفاع الذاتي للبدن حتى يمكث ذلك بين ظفرين الغريب، يبقى من ويزداد بقاؤه وتفسح له مجالات التكاثر الخلوي والمجر. وشوفوا لبسة تركش فيها من مشاكل الحمل، أو الصخ جاء في غير مكان المناسب، أو إفرازات غير ذات مصلحة، أو أنزف نزيف ونزيف ونزيف برا، تشوفوا عالم آخر والعياذ بالله، وآلام وهمية وحمل وهمي وغيره وغيره، شيء فوق الخيال. نعود إن شاء الله تعالى.